الأبحاث في مجموعة أكويتي. رائد صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا على البرنامج. صباح النور، أهلا بك. أعطينا فكرة بس إذا كان في سباق فعليا ما بين الين والفرنك السويسري، مين عم يربحوا؟ يعني أعتقد أنه كلا العملتين، صحيح كلا العملتين الآن يعني واضح جدا أنه في عندي سيناريوهات تقلبات واسعة النطاق على كلا العملتين. الطلب للملاذات الآمنة بالين الياباني أو فرنك سويسري كلاهما تعتبران عملتان يلجأ إليهم المستثمران، المستثمرين في حال وجود هلع أو خوف في الأسواق، طبعا نتيجة أنه الدين الداخلي لدول هذه دين داخلي بمعظمه، الدين العام داخلي بمعظمه، أيضا نتيجة اعتماد هذه العملات نوعا ما على وجود الطلب الدائم والمستمر لكلا العملتين. هذا العملية تخفف نوعا ما أيضا إلى حيادية نسبية للمواقف السياسية، تخفف نوعا ما التوتر أو القلق من المستثمرين عند لجوئهم للعملات. لكن الذي يميل أكثر حاليا هو الفرنك السويسري، اللي هو ميال إلى أن ترتفع قيمته بنتيجة زيادة في أسعار الفائدة أو تشديد في السياسة النقدية، في حين هذا الأمر لا يمكن حدوثه في أي وقت قريب في المركز الياباني الذي يصر على تبني سياسة تحفيزية سهلة. بالضبط، تمام، هذه هي النقطة المهمة. وما دمنا عم نحكي عن السياسات التحفيزية وما إلى ذلك، نحن ما زلنا بانتظار طبعا نسمع من الفيدرالي الأمريكي عن تحركاته مؤخرا. آخر شيء كنا سمعناه كان عم نحكي على 9 عمليات رفع، الأغلبية إنه ممكن تكون ربع نقطة مئوية كل مرة. البنك المركزي الأوروبي أيضا يبدو بأنه يتوجه في ذلك الاتجاه، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية الآن التي تشهدها أوروبا، هل ممكن ولأي درجة ممكن نشوف تغير بهذه السيناريوهات؟ أعتقد أصبح من الضروري الآن اتخاذ إجراءات التشديد في السياسة النقدية بوجود التوترات الجيوسياسية، لأن هذه التوترات أيضا تفجر التضخم بمزيد من الارتفاع وتغير من العادات الاستهلاكية نوعا ما، بالتالي ذلك يزيد من أعباء التضخم أو الأعباء التضخمية على الدول. رفع أسعار الفائدة 7 مرات أو 9 مرات أو هذا الحديث أعتقد نوعا ما مبالغ به بعدد مرات الرفع، ولكن أتوقع أن يكون هناك شوك من الفيدرال الأمريكي، رفع بنصف نقطة لأول مرة في شهر مارس، ومن ثم يدرس الأوضاع لرفعة ثانية بنفس الحجم. أعتقد لن ينهي العام إلا هو قريب من مستويات 1.5 نقطة إلى 1.75 نقطة، هذا جائز بشكل كبير. على صعيد آخر، المركزي الأوروبي سيكون متمهل بشكل كبير بتشديد السياسة النقدية، وإن تم رفع أسعار الفائدة فسوف تكون بالربع الأخير من العام، لأنه يحتاج هذه السياسة المرنة نظرا لوجود طبعا ضعف في النمو. رائد الخضر، شكرا جزيلا لحضورك معي صباح اليوم.